السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات ام عبد الرحمن. ان شاء الله نلقاكم بخير وعلى خير يا ربي. كما شفتوا في العنوان اليوم 15000 تاع دانداشي، درنا كميه ما شاء الله تاع دي دونيت مالحين، يعني كميه جات الله يبارك. انا نص قليته ونص خبيته في المجمد، يعني ويجو الله يبارك، راهم توندونس هذا العام. يلا بينا نروح نشوفوا المقادير وطريقه التحضير وكيفاش خبيتهم في المجمد. يلا بينا. واش راح نحتاجو في لي دونات تاعنا؟ عندي هنايا كميه قليله تاع دانداشي، بصل مرحي ولا مرابي، عندي شويه تاع بياض بيض، فلفل كحل، شويه تاع زعفران ولا كركم، ملح، شويه تاع لاموطاد ولا شابليور. ندير دانداشي تاعي والبصل، بسم الله. ندير عليهم التوابل والملح، والبياض البيض نسيي ما نديروش كاع باش ما يجونيش جاريين. انا شويه تاع المطاط يجو بنان. شويه تاع بياض بيض، نضيف عليهم هنا قلنا زوج مغارف تاع لا شابور. نجيب هاد المول تاع الكعكعات هذا وندير هنايا للمجمد. وقبل المغرب واحد سويعه ولا نص ساعه ولا نجبدهم ونقليهم. يجو خفاف، يجو ما شاء الله، يعني وما يجوش شاربين زيت. حنا شوف الله يبارك خرجت لي 8 حبات، حنا راح ندخلها للمجمد، يعني كي هادوما يتجمدوا لي مليح نديمو ليهم وزيد نكمل الكميه اللي بقات لي. وهنايا يعني نقدر نقليهم كامل، كيما نقدر نحتفظ باللي قعدوا لي هما تاني كنجمدهم ونديرهم في بواط، والغد من داك ولا على يومين 3 ايام. يعني هادوك افكار تاني. يلا دوكا نروح نخليهم في المجمد ونعاود نولو ونكملوا مع بعض الخطوات ان شاء الله، ما تروحوش بعيد. شوفوا لي دونات تاعنا، شوفوا كي درتهم في المجمد. نجيب هنايا البيض، ونرمدهم في لاشابلور، نعاود نرجعهم في البيض باش يجوكم مقرمشين، يجو شابين. من بعد ما رمتهم كامل
فلاش ابلور نروح نغلوهم ان شاء الله مع بعض. هنا كما قلت لكم نقدر نحتفظوا بهم هكا في المجمد، يعني هذه كفكره واحد يوجدهم ويحطهم في المجمد، وكل خطره واحد يجبد غير على واش يسحق واش يحب هو. نجيب نقلو حبيبات ان شاء الله بسم الله. هنا من بعد ما طابوا لي تحمروا لي دونات تاعي نديرهم في طبسي فيه بابي خليهم يشربوا الزيت. هام لي دونات تاعنا وتزيين يقعد دائما قلت لكم اختياري، اللي يحب يدير فرماج يدير فرماج، اللي يحب يدير زيتون يقدر يدير زيتون، انتوما واش حبيتو. هام لي كريدونا تاعنا في الاخير، وهنا ما بقى لي غير نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، وصحه فطوركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.